اهلا بحضراتكم من جديد وفقرتنا الرياضيه الاسبوعيه المتجدده كل يوم حد. دايما بنحاول نغطي كل ما هو خاص بالساحره المستديره والبطولات الرياضيه بشكل عام. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت انطلاق بطوله كاس الامم الافريقيه المقامه في الكاميرون النهارده. عايزين نعرف اخر استعدادات المنتخب. المفروض المنتخب وصل الكاميرون امس. هل صلاح ورفاقه قادرون على حصد التامنة؟ المنتخب المصري هو الأكثر تتويجا ببطولة كأس الأمم الأفريقية 7 مرات. هل هيقدر أنه يقتنص التامنة؟ الأجواء أخبارها إيه؟ كواليس وصول المنتخب، استعداداته قبل خوضه المباريات المنتخبة أمام نيجيريا وغينيا بيساو والمنتخب السوداني. كل ده هنعرفه بالتفصيل مع ناقدنا الرياضي المنورنا النهارده الأستاذ محسن لملوم مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي. أستاذ محسن صباح الفل. صباح الخير عليك حبيبي. كالعادة منورنا ودايما كده يعني المعلومات حاضرة واحنا كلنا أكيد حابين إن احنا نتعرف ونطمن على آخر استعدادات المنتخب. احنا عارفين إن هو وصل أمس الكاميرون. يعني عايشنا بقى كده في الأجواء بعد ما المنتخب وصل، الدنيا ماشية إزاي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المنتخب طبعا وصل امبارح في مدينه جروة اللي هتقام فيها مباريات المجموعه الرابعه مع مصر، نيجيريا، غينيا بيساو، السودان. النهارده الصبح عملوا يعني تدريبات كده خفيفه في حمام السباحه بتاع الفندق. النهارده يكون اول تمرين للمنتخب على ملعب المباراه، يكون في نفس التوقيت تقريبا الساعه 6. المباراه طبعا بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاثاء، وهيستكمل طبعا تدريباته غدا، وغدا ان شاء الله يكون في المؤتمر الصحفي اللي بيسبق المباراه او الفني يعني عشان ترتيبات المباراه، وان شاء الله تكون ضربه بدايه يوم الثلاثاء باذن الله تكون في اقل حسن على المنتخب باذن الله قدام نيجيريا. من الحاجات الطريفة اللي حصلت انه المكان او الفندق اللي بيقيم فيه المنتخب الوطني او البعثة المصرية بشكل عام، الجمهور الكاميروني كان محاصر الفندق اللي مقيم فيه المنتخب علشان يشوفوا نجم مصر محمد صلاح. طبعا ده متوقع على فكرة في اي مكان هيروح، حتى ما بقاش حتى في افريقيا، بقى في العالم كله. يمكن الشيء بالشيء يذكر لو حضرتك تتذكر مباراة الجولة الخامسة لمنتخب مصر في تصفيات المؤهلين للمونديال ضد منتخب انجولا في انجولا. الجمهور ما يعني في اثناء المباراه نفسها، مش بقى الفندق او بيحاول الاتوبيس، لا اثناء المباراه نفسها اكتر من واحد من الجمهور نزل في الملعب والصور مع صلاح. وده طبيعي طبعا، انت عندك نجم ما بقاش بس نجم الكره الافريقيه ونجم الكره المصريه، ده واحد من افضل 3 لاعبين على مستوى العالم بحكم على الاقل ذا بيست اللي لسه من ذو ايام قليله. هنتكلم عنها اكيد، لان هو قيمه كبيره في الملاعب الاوروبيه، وطبعا هو بيحمل شاره قياده المنتخب المصري، وهنتكلم عن القيمه المضافه انه صلاح يبقى هو كابتن فريق المنتخب، ايه اللي هيضيفه طبعا للمنتخب برضه هنتكلم عنه بالتفصيل. ولكن احنا عايزين نعرف برضه سياده المشاهدين، المباريات اللي هيلعبها المنتخب المصري هي هتبدا بمنتخب نيجيريا، وبعد كده غينيا بيساو ان شاء الله يوم نيجيريا التواريخ نيجيريا يوم الثلاثاء بعد بكره اللي هو يوم 11، يوم السبت يوم 15 هتكون قدام غينيا بيساو، الجوله الثالثه والاخيره هتكون يوم 19 يوم الاربعاء اللي بعديه ان شاء الله اخر مباراه الجوله الثالثه او اخر مباراه دور المجموعات بالنسبه لمنتخب مصر، يعني هكون قدام منتخب السودان. الناس يمكن شويه مش متفائله بالمنتخب. خليني اقول لك ان انا من خلال مواجهتنا الاولى مع منتخب نيجيريا بقول لحضرتك ان دي فقل حسن على منتخب مصر. ليه فقل حسن؟ لان اخر مواجهه لينا مع منتخب نيجيريا في بطوله الامم الافريقيه كانت الافتتاح برضو مجموعتنا احنا الاثنين مع بعض، كان في بطوله 2010 وفزنا 3-1 وعملنا حتى ريمونتادا، كانت نيجيريا تقدمت بهدف على فكره كان اون جول كان سجله احمد حسن في نفسه، وبعدين مصر سجلت 3 اهداف كان احمد حسن برضو سجل عوض طبعا بالاهداف الهدف الاولمبي كده صح من اهدافه، وبعدين مصر كملت البطوله دي وخدتها، دي كانت اخر بطوله خدتها مصر في انجولا سنه 2010. كمان في سنه 2017 البطوله اللي لما مصر بقى غابت 3 مرات عن كاس الامم الافريقيه ورا بعض 2012 2013 2015 لما جت ترجع في 2017 كان في مباراه فاصله ما بين منتخب مصر وبين منتخب نيجيريا، تعادلنا في نيجيريا 1-1 بهدف برضو لمحمد صلاح، وفزنا في برج العرب بهدف لرمضان صبحي، وتاهلنا للبطوله اللي احنا وصلنا فيها للنهائي وخسرنا قدام عايز اقول ان احنا كعبين عالي يعني على المنتخب النيجيري فقل حسن، مش عايز اقول كعب عالي بلاش كعب عالي، لكن بتبقى فقل حسن ان انت لما بتواجه منتخب كبير زي منتخب نيجيريا بيكون طريقك مفتوح للبدايه. بالمناسبه المباراه دي الفوز فيها
ضروري جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ليه؟ لان هي مش مجرد انت تاهلك تقريبا تقريبا شبه مضمون ان شاء الله، لان المجموعه هتاخد منها اول وثاني واحسن اربع توالت من الست مجموعات، فتاهل منتخب مصر مهم يعني بنسبه 90% 99% موجود، لكن مهم ان انت تتاهل اول. ليه؟ لان ده هيحدد مشوارك في البطوله، لان منتخب مصر لو تاهل اول على المجموعه دي هيقابل واحد من ثلاثه، يا ثاني المجموعه الثالثه عفوا ثالث المجموعه الثانيه او ثالث المجموعه الخامسه او ثالث المجموعه السادسه، فبالتالي في كل الاحوال انت تقابل ثالث مع كامل احترامنا وتقديرنا هيكون منتخب اسهل بكتير من مثلا ايه المجموعه الخامسه مثلا الجزائر وكوت ديفوار، فانت تقابل الثالث. المجموعه الثانيه تلاقي مثلا السنغال ومش عارف، فانت تقابل الثالث. المجموعه السادسه تونس ومالي، فانت هتقابل الثالث فيهم اللي هو لا ده ولا ده، فده بيدي لك فرصه افضل ان انت تقدر تكمل مشوار، في حين ان انت لو قابلت صعدت ثاني هتلبس بقى هنا بقى في الحاجه دي ان انت بس هتقابل. معانا صور اهي لمنتخبنا فور وصوله، وهنا صوره جمهور الكاميرون وهو محاصر الفندق اللي موجود فيه المنتخب، كلهم عايزين يشوفوا محمد صلاح يعني لقطه كده. اكيد. فحابب اقول لحضرتك ان انت لو ما صعدتش اول وصعدت تاني لا سمح الله او لا قدر الله انت هتقابل طبعا على طول بقى فريق كبير من اولها. يعني تقابل مثلا اول المجموعه الخامسه اللي هو يا الجزائر يا كوت ديفوار، في حين انت لو صعدت ثالث بقى انت كده يعني خلاص بقى يا الكاميرون هتقابل اوائل المجموعه، يبقى انت كده مش جاي تاخد بطوله بقى. بالظبط. يعني هو طبعا مهم انك انت تكسب، بس هو مهم ان احنا كمان انت ده يعتبر اختبار حقيقي، انت بتلعب برضو منتخب مش قليل خالص، منتخب النيجيري مبجل بين النجوم وخبرات في البطولات الافريقيه. فاعتقد هي اختبار ان احنا نطمن فيه على حاله المنتخب والطريقه اللي هيقود بيها المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش. انا عايز اقول لحضرتك ان من 10 ماتشات قاد فيهم كارلوس كيروش منتخب مصر، ده اول اختبار جدي، ده اول اختبار حقيقي. يعني هو لما جاء مثلا على الجوله الثالثه في تصفيات المونديال كاس العالم فقابل ليبيا رايح جاي وبعدين انجولا وبعدين الجابون، مع كامل احترامي للثلاث منتخبات لا مش مفاجاه ان انا اكسب ليبيا رايح جاي او ان انا اكسب الجابون او حتى اتعادل اللي مع انجولا او اصعد عن المجموعه، لا مش مفاجاه خالص، ده مش اختبار لكروش. لما راح بطوله كاس العرب كلنا عارفين ان بطوله كاس العرب كانت يعني شبه رسميه، مش رسميه يعني اقرب للوديه، مفيش المحترفين، كانت فرصه لتجريب بعض اللعيبه، حتى الماتشات اللي لعبها وديه زي ليبيريا كلها ماتشات ما كانش فيها اختبار جد. الناس هتقول احنا قابلنا تونس احنا قابلنا الجزائر، معلش انت قابلتهم في صبغه الوديه مش رسميه، يعني العمليه هاديه شويه، لكن دي اول اختبار جدي لكارلوس كروش، وكمان مش غينيا بيساو ومش السودان، لا نيجيريا اللي هي قوه عظمى في الكره الافريقيه، واخده قبل كده كاس الافريقيه ثلاث مرات، يعني منتخب لا يستهان به، يعج بالنجوم طوال تاريخه وحتى في البطوله الحاليه. حسن حظنا عندهم مثلا اوسيميني مش موجود، ايجالو مش موجود، لكن بشكل عام ده اول اختبار جد لكروش هيبان فيه قوته فعلا، وهل ان هو كان صح في اعتماده على المحترفين السته اللي هم رجعوا مع موجودين مع المنتخب دلوقتي، ولا عمليه التجريب بتاعته يعني مش هنقدر نحكم عليه قوي قبل، نقدر نحكم عليه ان شاء الله بعد البطوله الافريقيه دي. طيب المنتخبات اللي انت شايفها يعني اللي عليها العين واللي هم فعلا جاهزين 100% ان هم يوصلوا للنهائي او ابعد مسافه في البطوله، بالتاكيد رقم واحد منتخبي او منتخب الجزائر والسنغال اللي هم طرفي النهائي على فكره في البطوله الاخيره 2019 في القاره. الفرقتين بسم الله ما شاء الله، منتخب السنغال حدث ولا حرج من حارس المرمى لاخر واحد، كتيبه فعلا مندي كله حارس مرمى بالظبط، كاليدو كوليبالي حتى بعيد عن الاصابات طبعا، ساديو ماني، الكتيبه كلها كامله مكتمله. عندنا منتخب الجزائر بسم الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب، منتخبين مش منتخب، فريق اول وفريق ثاني، يعني المنتخب اللي شارك في بطوله كاس العرب وفاز بالبطوله كان يمثل 35% من قوه المنتخب من القوه الرئيسيه للمنتخب الجزائري. فبالتالي لما بيرجع الفريق يعني تنضم لعناصر الفريق الاول الاساسيين مع التوليفه الجدد، لا بصراحه يعني يكفي ان اقول لك مثلا سحب هدف الفوز في المباراه الاخيره لما كسبوا 2-0 على تونس كان امير سعيد اللي كان لاعب الاهلي السابق، ويعني جمال بلبضي لما طلعوا من القائمه قال انا مش هو عشان وحش، عشان في مركزه لعيبه اكتر من الواحد رائع جدا، فعنده في كل عنده مركز وفرة بزيادة عنده وفره، فطبعا ده منتخب اكيد طبعا الجزائر والسنغال اقرب اثنين بصراحه في البطوله دي. عاده بيبقى زي ما حضرتك بتقول كده بيبقى في منتخب او اثنين بيبقى مرشح نظرا لمسيرته في المسابقات اللي يعني قبل وصولنا للبطوله بيبقى مقدم نفسه بشكل قوي جدا،
وعاده ده بياخدنا بعيد عن المنتخبات اللي ممكن برضو بتبقى اكتشاف البطوله تتسلل. يعني بتتسلل كده، بيبقى العين كله على السنغال والجزائر، وبننسى بعض المنتخبات اللي بتبقى اشتغلت على نفسها. نعم. وربما بتبقى حصان اسود او بتبقى من المنتخبات الصاعده اللي كويس. فيها اللي يعني فيها توليفه حلوه. ده بيبقى انت شايف مين متوفر فيه العناصر؟ هقول لحضرتك الواقعه دي او اللي حضرتك قلت عليه ده حصل مرتين قبل كده، 98 في بوركينا فاسو لما ما حدش كان مرشح منتخب مصر خالص، وحتى كابتن الله يرحمه الجوهري قال ساعتها ان احنا رايحين ناخد المركز ال 13 في على الله. كنوع من التخفيف العبء عن لعيبته، وقدر يوصل النهائي وبقى رقم واحد. ما حدش عمل ده مع يعني ما حدش انتبه اول منتخب مصر تسلل لحد ما وصل للمباراه النهائيه وقدر يفوز باللقب على حساب منتخب كبير اللي هو منتخب جنوب افريقيا اللي كان حامل اللقب على فكره قبلها سنه 96 وكان منتخب صعد واعد وحاجات زي كده. البطوله الاخيره 2019 نفس الكلام حصل مع منتخب الجزائر، ناس كتير رشحت منتخبات ثانيه وما حدش رشح منتخب الجزائر، ومن ده اتكلم عنه جمال بالماضي المدير الفني للجزائر لما قال احنا سهلت مهمتنا ان ما حدش كان مرشحنا، فاحنا قدرنا نعمل اللي احنا عايزينه في هدوء، وده صعب هيصعب مهمتهم البطوله دي لان الناس كلها حاطه عين عليهم، فكله مستعد، كل فريق بيقابل الجزائر مستعد ومستعد ومستعد، فده هيرهق اكتر منتخب الجزائر. الصفه دي موجوده فين هنا؟ موجوده عندنا احنا. وكنت اقدر اقول ان احنا منتخب كارلوس كروش بتصريحاته ان احنا مش رايحين نكسب وان انا مش عارف اتفاق على كاس العالم يعني ان هو مناورات كنت اقدر اقول ده مناورة. لا بس لا دي مش مناوره. الشكل اللي احنا شايفينه ده مش مناورات. مناورات دي لما يكون هو زي اللي عمله كده الجوهري الله يرحمه في سنه 98، لكن كروش لا، كروش بيضحك علينا من الاخر يعني بيعرف يضحك علينا. كروش بيضحك علينا. هقول لحضرتك ليه بيضحك علينا. هو لما قال ان انا جاي متفق على كاس العالم مش كاس امم افريقيا، انا موافقك على فكره، يا ريت لو عملت ده. بس هل ده ممكن يبقى تصريح هو بيحاول يمتص فيه حراره او ضغط او مسؤوليه الوصول او الفوز ببطوله كبيره زي البطوله الافريقيه؟ كنت هقول لحضرتك انا بحاول افهم بس. لا ما هو صعب التحليل. هو عمل الاصعب لو كده، هو لو هو بيحاول يخف زي ما حضرتك تقول، فهو تقل اكتر. طب انت النهارده انت عارف مين هيقع معاك في القرعه؟ ممكن الجزائر، ممكن السنغال، المغرب، طبعا تونس، نيجيريا اللي هم ممكن يكون اخف الخمسه، لكن مين قال لك ان انت ضمنت التاهل؟ انت ما ضمنتش التاهل، ده اصعب حاجه تعملها ان انت تتاهل كاس العالم. اللي بيوصل لنا انه كارلوس كيروش ما بيحبش ان هو يتكلم كتير او يقول ما بداخله فعلا للاعلام، وبيبقى ده دايما بيبقى وراء الستار او في الغرف المغلقه سواء ما بينه وبين باقي الاعضاء او المتابعين. فهل ربما يفاجئنا كارلوس كيروش؟ لانه الناس برضو كانت بتتكلم عن الاختيارات، يعني اختيارات اللعيبه، هل انت شايف انه في بعض الاسماء كان لازم تبقى موجوده، ولا انت شايف احنا برضو في الاخر احنا المسؤوليه مش عندنا، هو اللي هيشيل المسؤوليه بالظبط بس انت شايف الاختيارات عباره عن قبل الاختيار عايز ارجع بس لحته التصريح، هو ليه بيقول كده؟ او حضرتك بتقول مثلا يمكن هو بيخف العبء او لا، هو بيعمل كده لانه عارف ان هو بنسبة كبيرة ممكن ما يوفقش في كأس الأمم الأفريقية، لا نتمنى ذلك، لكن ده وارد بنسبة كبيرة. لما يجي في الحاجة المهمة اللي هو كأس العالم والتصفيات بتاع كأس العالم اللي هو الماتشين النوك أوت ده، لو لا قدر الله هو طبعًا حاجة من الاثنين، ما هو يتأهل يا ما يتأهلش، لو اتأهل يبقى البطل المتوج، كلنا نتكلم عن حنكته وخبراته مع إيران ومش عارف فين، هيبقى حديث الصباح والمساء. لا قدر الله لو خسر خلاص هو هيمشي، لان مفيش حاجه مفيش ارتباطات، فبالتالي تيجي تحاسب هتحاسب مين؟ يعني هتيجي تحاسب اتحاد الكوره يقول لك انا ما جبتوش، ده في مجلس قبليه اللي هو كان معين، اللجنه الثلاثيه بقياده احمد مجاهد هي اللي جابته، فالتاني هتحاسب مين؟ هو مشي خلاص. طب تيجي بقى يبقى كل كلامنا في الاستوديوهات التحليليه وفي اي مكان عن انتقادات كروش، فين كروش؟ روح بلده، خد فلوسه براحته تماما، خلاص هو قفل ودانه، وانت اقعد بقى اقول اصل كروش اخطا في ماتش مش عارف مين، الماتش بتاع الفيصل اصله كان لازم ينزل مش عارف مين، وفلان كان وحش طلعه، فين كروش؟ مش موجود كروش. فهو كان ذكي في تصريحه ده ان هو ايه، حمله اعملوا اللي انت عايزينه، في الاخر هو يا كسب فبقى اصبح ملك متوج، قصدي تاهل فاصبح ملك متوج، او لم يتاهل لا قدر الله فهو مشي، وانت اقعد انت بقى مع نفسك خد فلوسه. احنا عامه طبعا في انتظار المؤتمر الصحفي ليه علشان نبقى متابعين اخر تصريحاته واخر استعدادات المنتخب، اكيد هنبقى يعني وصلت لنا من خلال المؤتمر الصحفي. احنا عندنا قامه وقيمه كبيره جدا فنيه متمثله في نجم مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، دفعه معنويه كبيره جدا، فكره انه الجمهور الكاميروني محاصر الفندق اللي مقيم فيه المنتخب علشان يشوفوا بس محمد صلاح، ده بيقول لنا برضو ان احنا الحمد لله عندنا عناصر قوه نقدر ان احنا نستعين بيها. وجود محمد صلاح في منتخب مصر اكيد دفعه معنويه يعني نتحسد عليها. تمام.
وهو أصبح هو الممثل أو قائد المنتخب بيحمل شارة المنتخب، أكيد دي ليها دلالات وأكيد ليها يعني إيجابيات للمنتخب المصري. والله محمد صلاح قدامه فرصة ذهبية، هو اللي قدامه فرصة ذهبية إن هو كل شيء النهاردة متاح له. النهاردة هو داخل هو قائد، الكابتن قائد، مش مجرد حامل شارة القيادة، لا ده هو بيقود المجموعة كلها، هو النجم يعني أعلى نجم في البطولة كلها، على قيمة تسويقية أعلى من كل النجوم. والنهاردة جمهور الكاميرون راح له، هو أكيد في نجوم تانية لكن مع احترامنا هو النجم الأبرز في كل المشاركين في الكان. النهاردة هو جاي لك وهو المتوج على عرش هدافين الدور الاعظم في العالم البريمير ليج الانجليزي، وهو بفارق طبعا كبير. وان شاء الله يستمر، ما يقدرش يلحقوه باذن الله. مشكله كبيره ليفربول غيابه هو ساديو ماني، لكن غيابه هو اكتر من ساديو ماني. النهارده عندك من يومين تقريبا او من 3 ايام بالظبط انت بيتحط في القائمه النهائيه لجائزه ذا بيست الافضل في العالم اللي تابع الفيفا ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي، محمد صلاح وبس وربما يفوز بها محمد صلاح. طبعا الناس بتقول ايه ميسي له باع، ممكن عملت عشان ليفاندوفسكي، عشان ليفاندوفسكي ظلم في جائزه الكره الذهبيه او البولندور. ماشي اوكي، حتى لو صلاح ما خدهاش ما فيش اي مشاكل، لكن وجود ان هو يكون افضل يعني من افضل ثلاثه على مستوى العالم، اللي هو على فكره عملها من سنتين كان مع ميسي وكان مع لوكا مودريتش، دفعه جدا اكيد لمحمد صلاح قبل ما يبدا مبارياته مع المنتخب الوطني. اكيد طبعا العين عليه هو تحديدا. فانت النهارده محمد صلاح كانت ناس كتير بتتهمه فتره اخيره ان هو بيخاف على رجله وما بيديش المنتخب، لا الكلام ده مش صحيح. محمد صلاح وجوده في المنتخب في حد ذاته تقل، لان هو لو موجود النهارده بياخد معاه 3-4 خلاص، هو شغل الفرقه كلها ان شاء الله يعني يمثل الكره المصريه بافضل شكل. صحيح. قبل ما نختم، تتوقع مين نجمه يلمع مع المنتخب المصري غير محمد صلاح؟ اعتقد مرموش، عمر مرموش. اعتقد الدوري الالماني برضو له هيبت برضو. طبعا الدوري الالماني دوري قوي، هو دوري طبعا دوري اوحد شويه يعني لا يقاس جنب الدوريات، جنب الدوري الانجليزي. لكن يبقى الدوري الالماني دوري للتخطيط، يعني الورق والقلم ما فيهوش تهريج، ما فيهوش تهريج، فعشان كده مكت زي ما بيقولوا. فده شيء كويس. احنا يعني كلنا املنا على المنتخب المصري، يعني متوسمين خير في كتيبة محمد صلاح ويعني القيادة البرتغالية للمنتخب المصري، كل الدعم ليهم، ونتمنى إن شاء الله إن هم يقدموا أفضل أداء وأفضل روح وأكتر حماس يبقى موجود، لأنه ده بيفرق كتير جدا مع الجمهور المصري يلاقي الأداء. النتيجة دي بتاعت ربنا، ولكن يبقى احنا ناخد بالأسباب وبإذن الله يعني نشوفهم بيتخطوا المرحلة الأولى ونكمل مع بعض يعني فعاليات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2022. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، ناقدنا الرياضي الأستاذ محسن نبلوم، مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، دايما منورنا. شكرا لك، شكرا جزيلا. خليكم تابعين الأجواء الأفريقية يعني على أشدها في الكاميرون، انطلاقة البطولة الكبيرة، بطولة القارة السمراء، البطولة الأعرق والأكبر، كأس الأمم الأفريقية 2022. ساندوا منتخبنا الوطني، عنده مباراة مهمة يوم 11 يناير أمام منتخب النيجيري. كل التوفيق لمحمد صلاح وكتبته. بعد الفاصل مكملين.